Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello everyone, I hope you're doing good and great during this year, and I wish you best of luck in your back exam. My name is teacher Aymen Sharaben, and this is my YouTube channel. If you are following from YouTube or TikTok or Facebook, Instagram, don't hesitate and forget to subscribe and also contact me for more lessons and activities. Let's get started. معكم أستاذ أيمن شغاب أستاذ اللغة الإنجليزية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو بالتوفيق لجميع طلاب البكالوريا 2023. درسنا لنهار اليوم خاص بشعبة أداب وفلسفة literature and philosophy or fine arts وأيضا شعبة أداب ولغات أجنبية literature and foreign languages. So let's get started. We don't waste time. Lesson 1, Expressing Contrast. As you can see here from the title, Expressing Contrast, اللي هو التعبير عن التناقض أو التضاد, l'opposition باللغة الفرنسية. نبدأ. She was sick. هذا المثال تاعنا الأول, الجملة A. She was sick. She يعني هي. Was هو adverb to be, can't. She was sick يعني مريض أو مريضة. She was sick ولا ill. هي كانت مريضة. الجملة اللي بعدها sentence B. ذهبت إلى المدرسة. She went to school. Verb to go يذهب. Went to school. دونك هاد الجمل في البكالوريا يطلب منك هذا بشكل هذا السؤال أو صيغة السؤال أنك تربط بين الجملة A والجملة B باستخدام واحدة من هذه الأدوات واللي هي although ولا though ولا even though. هما خواتات, شفاو عليهم. although though even though هما ثلاث خواتات, although though even though, اللي يعني وعندهم معنى واحد فقط هو malgré que, برغم ولا رغم. اوكي, برغم او رغم. although though even though. دونك كيفاش راح نديرو؟ راح نحطو عندنا زوج طرق, تبعو معايا مليح. We have two ways to answer this question. نحطو الجملة الأولى, she was sick. بعدها فاصلة ننتقل للجملة الثانية, she went to school. الطريقة الأولى, نحط الجملة A بعدها نحط فاصلة ونروح للجملة B ونحط نقطة. كملت قبل خلاص نخليو سباس هنا قبل ما نبدأ الجملة الأولى, نكتبو although ولا though ولا even though. اوكي, يعني برغم من أنها كانت مريضة فاصلة, ذهبت إلى المدرسة. هي ذهبت إلى المدرسة. Je pense que الطريقة سهلة. قلنا نحطو although ولا though ولا even though كما راكم تشوفوا. بعدها مباشرة she was sick فاصلة she went to school ونحط نقطة full stop. Be careful and pay attention to punctuation marks are very important. علامات التقييم مهمة جدا خاصة شعبة الفلسفة واللغات الأجنبية لأنكم تحاسبوا على كل شيء. وطريقة ثانية كيفاش؟ نحطو النتيجة she went to school although. شتو ليسباس هذا النقاط هذو نحطو فيهم although ولا even though ولا though. تبعوا معايا الطريقة الثانية, نحط النتيجة اللي هي she went to school, ذهبت إلى المدرسة. although العائق وشي هو؟ she was sick, هذا هو العائق أنها كانت مريضة. في الاسباس هذا نحطو although ولا though ولا even though, ما نستعملش فاصلة, نحطو غير نقطة في نهاية الجملة. هذا أمر معلوم, it's clear. أوكي, نعاود. الطريقة الأولى نقدر نقول نحط الجملة تاعي الأولى قبلها نحط although ولا though ولا even though. الجملة A فاصلة ننتقل الجملة B full stop, ولا نبدأ بالجملة B اللي هي النتيجة بعدها although ولا though ولا even though اللي هما ثلاث خواتات قلنا عليهم, بعدها نحطو الجملة الأولى اللي هي السبب she was sick. يعني برغم من أنها كانت مريضة although she was sick comma she went to school, هي ذهبت للمدرسة. ولا نقول هي ذهبت للمدرسة برغم من أنها كانت مريضة, she went to school although she was sick. وهنا ما نحتاج أن نستعمل فاصلة. I hope هذا lesson it's so easy and clear. نواصلوا الدرس تاعنا. نكملوا المثال اللي بعده. It's a lot. الجملة الأولى هي he eats a lot, هو يأكل بزاف, هو يأكل كثيرا, يتناول كثيرا. B he is thin ولا skinny, هو ضعيف رقيق. Full stop. He eats a lot, كيف راح نستعمل؟ راح نستعمل هكا, نجيب although ولا though ولا even though. Although ونبدأ الجملة تاعي
He eats a lot. Although he eats a lot. وشي صار فاصلة باش نتقد جملة بي هنا تكون نقطة ونقطة نحيها مباشرة نروح نحط فاصلة ونروح جملة ثانية. He is thin. مالغري هو ياكل بزاف هو big. نقطة. ولا نقول He is thin. طريقة ثانية. He is thin. Although ولا even though even though ولا though واحدة منهم هما اخواتي اللي قلنا عليهم اوكي he is thin although even though ولا though he eats a lot he eats a lot full stop اوكي هذا بالنسبة لي درس تاع although though و even though الجزء الاول نواصلوا